السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من محافظة مسقط. نحن في محافظة مسقط ولكن بعيدا عن المدن وضجيج المدن، نحن في زاوية أخرى تماما من العاصمة مسقط، بعيد قليلا عن المدن. احنا تحديدا في وادي العربيين، وتحديدا أكثر في قرية السويح، وادي العربيين الذي يتبع ولاية قريات. المكان رائع، أقل ما يقال عنه رائع. المياه من كل صوب، الواحات من كل صوب. أنا سأترك لعين الكاميرا حديث آخر، ما راح أوصف المكان بقدر ما راح توصفه الكاميرا. حديثنا مع شيابنا كالعادة، اليوم نتحدث مع واحد من شيابنا، هو الشايب خميس بن ناصر الرواحي من أهل هذا المكان، ورح نرجع معه ببعض الذكريات. والمكان لازال يحتفظ بشكله القديم إلى حد كبير مع دخول بعض عناصر الحداثة والخدمات التي يحتاجها الإنسان في مثل هذا الوقت. شاب خميس، نعم، كيف حالك؟ خير الحمد لله. ساك خير؟ اي نعم. ساك منعم؟ الحمد لله. يا مرحبا، كيف حالك؟ نعم الحمد لله. الاولاد والشياب خير، والجماعه بخير، شكرا الله. الله يعطيك العافيه. يا حيا ابوك، حيا الله نشوفك. احنا اليوم نعم. يعني نبى نتذكر وياك هذا نعم. المكان. نعم. انت عشت فيه المكان؟ نعم. ربيت فيه؟ نعم. احنا في السويح؟ نعم، تو في السويح. هذا المكان نعم. يعني وين ما نقبل في مي وفي شجر. نعم. كأن هذه نهاية الوادي هنا ولا كيف؟ هذا نهاية الوادي إلى الجبل هذاك. هنا علوة ولا حدرة؟ لا نهاية، لا علوة البر. هنا علوة. تشاور المي هذا كله. حدرة كذا. هذا حدرة هنا كذا علوة. زين. زين، من هين جاي الوديان هنا؟ هذا الوديان أصلهم بلاد، الماي حد من شية حرة. من شية. بلاد اسمها شية. قرية هناك؟ قرية هناك علوة، لكن تو مهجورة. هذه مهجورة الآن؟ اي نعم. نعم. حد من شية حبط إلين آخر الفرع. نعم. وهذا من هنا إلى آخر سوق شوية على هنا. صحيح. غير ثاني. نعم. اسمه وادي سوقة. يعني متلاقيات هنا وادية. متلاقيات هنا وادية، ملتقين في المكان هذا تو يدلك به. ايه. الماي الذي من وادي سوقة والماي الذي من وادي هذا. زين. شية. نعم. التقينا كان مجتمع كلهم كان واحد. تمام. شباب خميس، احنا نباك تتذكر نعم. حياتكم اول هني. نعم. انا شفت القريه متجدده. نعم. يعني ما عادت فيها لا بيوت طين. صح. اي نعم. البيوت كلها اليوم حديثه هنا. اليوم حديثه. اذا كان اول كل البنيان طين وحصى معنا. كان طين وحصى. طين وحصى وفي نعم. اكبر تعب. نعم. يوم تصير الامطار عندك البيوت. ترى طين وحصى. نعم. يهمد وخل الاولاد. نعم. اخر في الذي بيتهم قديمه ينتقلوا وفي جروف هنا في الحوادث هذه. نعم. يشدوا الاولاد داخل جروف داخل في الغيران. في الغيران داخل. نعم. اسمع، والحمد لله تم قدر الله وقدر السلطان. يعني وصفك شاب خميس، الناس ليش اختارت شياب اول اللي قبلكم انتم؟ كنا ليش أول اختاروا هذا المكان يعيشوا فيه؟ الله اعلم. حبلنا الفتشه القبليه قبلنا، واحنا عشنا من بعدهم هنا. هاي بعد الشياب هايهم تبعوا الماي، تابعين الماي. هذا كيف تقبل تابعين انت؟ نعم. كل بلاد فيها ماي الناس تتبعها. هذه كيف شيه تبعوها وطلعوا شيه كان فيها ماي. نعم. والماي فاضي وواجد. كانوا هناك لما كانوا. نعم. وادي انت ارتحلوا منها. نعم. خبرتك عنها. نعم. الان سمعني نحن كنا هنا ماشى عندنا شغل في تعب وذل. الله يعزك. نخدم الاموال نسقي الاموال ونرجع في البلاد. سحنا الأحمر، ميارتنا من قريات الأحمر، نمشي نتم يوم في الطريق، نهار ثاني نصبح قريات. من هنا حل قريات؟ من هنا حل قريات. 30 كيلو. 30 كيلو. من هنا إلى صور نشيل القلب، نتم 3 أيام، قلبنا يوم الحبطات يوم الأيادي. ايه. نتم 3 أيام، من هالأربع نصبح صور. من وين تروحوا؟ نروح من هنا الوادي حابط، وادي ضباب، من جا أول جيل، أول بلاد جي ضباب.
زين. ثاني ثاني بلاد موقع نريح فيه اسمه قطار. نعم. واحنا ماشيين ننشر دي بلاد اسمها بامه. ايه. واحنا سايرين انجي بلاد اسمها فنس. واحنا سايرين انجي طيوي. نعم. ونحن سايرين رفاع رفاعنا فوق الحمير. نعم. صحنا والمانا وعيشنا كله فوق حميرنا ونحن نساق الحلوان. كم يوم على طول؟ انت من 4 أيام. 4 أيام؟ اي. نعم. صباحة الخمس رصاق ندلوها ان كانت ما رصاق صور رصاق. اي خور رصاق. نعم. نصبح هناك عاد نسمعنا مستريحين وبعدين صرنا السوق. سوق اول نجي الخيشه بعدين ان كانت من الخيشه في غاف في شدور في هذا الحيوان الين تدخل الين تصبح سادس الين تدخل الصور الحبط تسوي سادس عاد معنا تروحوا تالين الهبطه انتم؟ اي تالين الهبطه. نعم. زين شيخ ميس نمشي قدام شوي المكان اللي تطلع عليه. هي نعم نلتقي وياك. خلاص خلاص تفضل. شيخ ميس. نعم. هذه السكنة جديدة ولا قديمة؟ يعني سكنتكم أول هو ذا المكان؟ سكن الموقع الأبل الأول أول دهر شياب. إيه. الصوب هذا. خبرته هذاك المكان على اية كلهم هذاك على اية الأموال. نعم. وبعدين استويت سكن هذه السنة الأخيرية عاد. ايه. هنا استويت. من متى هذه السكنة؟ ما نحفظ احنا عاد. ايه على حفظك انت وين سكنت؟ ما بحفظنا احنا يوم كبرت وترك اطلع واحبط. هل لقيت عمرك؟ في الموقع هذا تو. هذا الموقع؟ هذا الموقع هي. نعم. لكن الشياب خبرونا قالوا السكن هناك اول هناك وحتى بعد البيوت لحقنا عليها نحن القايمة طايح الدمام لكن الجدار واقف تو عن الأرض كلها باقي مثل الآثار. باقي بس الآثار. وهذه انتم حفظتوها ايضا طين؟ نعم. بعدين تغيرت الى كان البيوت كلها طين خبرتك من سابق. هي. تسمع. نعم. يوم تسوي الامطار تقشع فوقنا زين بطاروبنا الشياب هنا جروف داخل هذا تشوف هنا جروف هذاك صوبه وهنا فوق وهنا حضرتنا مكان مسلميه في جرف عود يوسع 10-15 نفر. هل الوادي كان يوصل إلين هنا؟ الوادي كان يوصل لحد مجرات الوادي. الا يوم كان جينو وصل شوف هناك درامات من الماء الى حد في الفلق قطع الفلق وصل. هذا يوم جونو؟ يوم جونو. نعم. اي من اول يوصل الى حد السابق تحت. نعم. زين ابغاك توصف لي يعني يومكم كيف تقضوك انتو من اذن الفجر. نعم. كيف سيرتكم في ذيك الايام؟ اول كان عمل مشي دهر سلطاننا سعيد بن تيمور. نعم. ما شيء الا كل واحد مسوي حمار ويعده مارتن زور مارتن يستكري تمر يستاجر حالي وصل بامه وبامه وفنس وضباب. نعم. وقريات على حمار نمشي. ترى هو ذاك الشغل كان اول يوم صباح مشى غيره معنا صباح بالذي عنده امال ترى صباح يشتغل في ماله مشى عمل غيره. نعم. ويرجع في البيت البيدار متبدر ما عندك انت معك مال متبدر ما عندك اسقي واشرط وانبت وارجع بيتي عمل غير ماشي معنا. نعم. الا هذا عمل التراث قبلي هو هذا يعني تقريبا في كل القرى هذا عمل عمل سابق هذا الاشياء تقول الحمد لله ترى احنا بجود الله بجود مولانا صاحب الجلاله شوارع تسمعني متوفره والبيوت متوفره السلطان ما قصر الاجزان بناء البيت الحمد. بالذي ما يقدر بالذي ما عنده ارض اعطاه ارض صح تسمع وتوفرت استرحنا بجود الله وجود صاحب الجلاله الحمد لله الحمد. من حكم صاحب السلطان صاحب الجلاله احنا استرحنا كل شيء ما يكون البعيد ستواننا قريب صح صح الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين زين البلاد هذيك نعم احنا في السويح هنا. نعم هذه كلها السويح نعم طريقه مثل ما نشوفها تو على الجبل المنطقة القبلية هي هذيك بلادك لكن موقع اسمه الناقمة هذه البلاد اللي ورانا اسمها الناقمة نعم وكانت سكنة في الناقمة زين خطو كلهم اهل البلاد ما حد هنا ساكن ابدا الا بعد الشياب نعم يحفظنا العقل وكبرنا نعم احنا عادي ولدونا هنا نعم لكن من دارنا نطلع ولحظة خبرنا الشياب قالوا لنا اسمعني هناك يعني لضيق المكان كانكم سويتوها مدرجات صح مثل الجبل الاخضر هي هي صح 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 هم طيب مصفالي كان تو عندي ثارة الاول شكيكم صاروا ترى نصفر نعم. من اول
اسمع لا تعند ثارت الارض هذيك. وكيف مقسمين هالناس بينهم؟ بينهم تقسم تلقيهم كل ما حد على حلوه سكنهم. حتى هنا كان سكنه اول تقطع النخله العوده. نعم كان سكنه هناك. اها زين حلو مكانكم. هذا بحضنه مكانكم حلو. اسمع نشوف مكان ثاني. زين يلا تفضل انزل تحت. ويش تفضل صوب الماي. اي نعم بعد المشاهدين ما شاف الماي الحلو هنا. صوب الماي نعم بنشوف الماي هناك ملت قواريين. هي ايه نروح هناك. زين ان شاء الله تفضل تفضل تفضل. يا الله يا الخبر يا الله يا بحر الزين يا اللولو. إذا كان أصرنا الأصيل ذاك النهار تمر مع ودنا. من يشان الأسماك الحليه والفتحه أسماك يبو بدلة سيما كمزاري أبو محمد يعني مانات صبح أبوه كلهم مستعجبين ذا السيارة يا سيارة مانا غريبة. الصفق العصري ما في رمي. لا في رمي. لا تفق برزة لا في رمي. لا في رمي. هذا ملت قوادير. هذاك الوادي بيجي من وادي سوق. هذاك من وادي سوق. وهذا وادي شية. وهذا وادي شية. ايه. ويهبط هذه هبط هذا هابط عاد لغير هذه النقطة ما حد يرجع. إلى وين يمشي هذا؟ آخ يوصل ضباب مدينة. إلى ضباب. حد ضباب. زين. ايه. ومن ضباب البحر؟ بحر. البحر. ايه. نعم. بس أنتوا أكيد طوال هالسنين استفدتوا من وجودكم على الوادي. نعم. أباك تحكي لي يعني علاقتكم بهذا الوادي، يعني حياتكم، عشتكم، ارتباطكم بهذا الوادي. بهذا الوادي كمايتنا وأشيانا وزرايعنا وأمورنا وأموالنا كلها من الوادي هذا. نعم. وادي سوق اسمه. نعم. وادي شية. نعم. وهذا الغير الخاطف حد الفرع حد بلاد ما الفرع. نعم. آخر بلاد. نعم. دائما دائما الله حر ولا صار هو يمشي. نعم. وفي حالة الفيضانات وفي نعم. حالة المحل. نعم. أولا هذا المكان يمحل؟ لا ما يمحل. مستمد الحمد لله رب العالمين. دائما الله ودائم هو هذا حر ولا صار. والله يديم نعمة إن شاء الله ما تنقطع. إن شاء الله إن شاء الله ما تنقطع أبدا ما ينصع أبدا. نعم. ولو ينصع هذا ويبس هذا يموت البلدان الحضرية. صح. من هيجي بالماء. صح. فكان دائما الله ما دام فينا حيين والدنيا حيين إن شاء الله ما تغير. نعم. حار ولا صار هو أما تشوفته. زين وفي حالة الزيادة الفيضان في حالة لا قدر الله مثل الأنواع المناخية مثل ما صار جونو وصار فت. صح. هين وصل الماي هين كيف تعاملتوا مع الحالة هذه؟ يوم جينا وصل في ذا المكان شوف هذا كله شوف إلى هنا وصل؟ إلى هنا وصل نعم شوف هذا كله مقلع عنه هذا هو إلى هنا هذا اللي الحين في هذاك العمق شوفه شوف القدور هذاك الخاطر بتوم بناء بسميت هذاك داخلها الأنوال كلها حابط ما شاء الله هنا كان وقيف مال في مال نعم حال واحد وحال واحد سبع شال لنا وهذا أحمد بن علي وأخوه محمد نعم. هذا كله حد على أدوه وشال لنا ما شبق قدر ولا بقي أراض كنا شالينها يعني من البلاد للبلاد هي من البلاد ما لكن هذا الشيء ترى ما يستوي دوم لا ما دوم نعم ما لكن دوم. أنا أحكي لما تكون الأيام اللي فيها أمطار غزيرة وكذا نعم. يقطع عليكم الوادي الحين هذيك سكنة وهذه سكنة نعم يجي لكم تنقطعوا عن بعض هي نقطة نقطع عن بعض مش هترقترة إحنا تمنينا كنا نطلب يسويونا يسار من هذا المكان نعم. يكون مخطط يكون حتى يكون ما يقبضنا هي. من هذاك المكان إذا صفر وحليته يكون حتى يكون ما نتحجر يمتي وديان يمتي بشيء نعم تسمع ما حصلنا بعد إذا استوهنا جسر ما بتنقطعوا ما نقطع إن شاء الله يجي الجسر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, الله. دايم الله نعم. السلطان إن شاء الله مثلك وشرف آمين تسمع آمين ونحاول نتم نعم. حتى أوقات نتم سبعين ثلاثة نعم. أولادنا ما يدرسوا ما شيء طريق نعم تبدي صامة نعم
هذا طبعا في الحالات في الحالات هي في حالات الامطار النشيطه هي. نعم انزين شافيس المكان هنا ايضا انا عجبني ان مثل ما تقول الشمس ما تشوفوها واجد. لا في الشتاء انتوا في الحر زين. الشروق يتاخر والغروب يتقدم. يتاخر هي في مو قبل الشتاء اكثر. نعم ولا في الحر بعد زين يعني نحن لكن في الشتاء تشوف هذاك تطلع من هنا تشوف القشه هذه مقاطع ما من طن وحده من هزعه هذيك ما نشوفها وتطلع لنا من هناك زين تكشف عليها الظله. وهذه ساعدت يعني مثل ما تقول على ان تكون الزراعه طيبه هنا. نعم طيبه. نعم زراعة طيبة ترى زراعة في الأموال تحيدها ولكن ما شبقي التربع ما شبقي منها الأموال أبدا. نعم كلها مشتلة. نعم باقي الأموال هذه الذي ما ارتفع شوية. نعم تسمع ولا الأميال الحمد لله متوفرة. حر ولا صر. نعم ما شيء معنا محل. نعم الأموال معنا والزراعة تشرب على الثلاث بس على الثلاث يومين نهار ثلاث تشرب. أنتوا هنا فلاجتكم على الغيل. إي نعم على الغيل. على الغيل على الغيل نعم. نعم احنا نسمي مني نعقدها مني يلهن مواقع مؤسسة من دهر الشياب القبلية. فلجكم هنا ايش اسمه؟ اسمه هذا واحد اسمه فلج العقة. فلج العقة وهذا اسمه فلج المطاح. وهذاك الموضع اسمه فلج الحيلة. نعم هذاك الموضع اسمه فلج الناقمة. نعم يعني على كل قطعة على كل كمين ضاحية وكمين مقصورة هي يلها فلج. يلها فلج. اي نعم نعم. طيب الماي تحت والمقاصير فوق. نعم كيف يروح لها الفلج؟ هذا يلهن معالق من اول من علوى من معلق الماي مساوي مساوي الاموال من علوى. ها مساوي المكان اللي يجي منه الماي مساوي الاموال هذه. مساوي الاموال هي. حتى على الركعه ما يجي. احنا مسرجين فلقنا اسم فلق العقه. نعم مسرجين كل ما يجي ذراع منته. نعم نرد بحصى شوي صغيره طفي الماي اذا في كبس جايبين الوادي عقينا الكبس. نعم وقال ماي من ناحيه الماي مكتفين الحمد لله. الحمد لله. وايش زراعاتكم كانت هنا غير النخيل؟ هنا اول زراعه القبليه دهر الشياب. نزرع بصل ونزرع دخن ونزرع ألس ونزرع بر كان اسمعني دهر الشياب القبليه ترى حوالي ضريره. نعم وهذا والرجع على التمر غيره ما شيء عاد نلقى. نعم قالوا موز قالوا واجد وموز وكل شيء نسوي زراعة حيلة دريد ما الأكل موز وبوبر وأشياء وكل شيء وفقيل هذا كل نزرعه. نعم دار شيء قبلية مكفين نفسكم. مكفين نفسنا دجازية. شيخ محمد دجازية ولا ما مكفي. اسمع يعني كانت الناس على الزراعة على الزراعة بس على الحيوان ودخن. نزرع دخن وبر وعالس وهذا دجازية ترى دجازية حول القبلية تعرفه حول التعب. الحمد لله الله يديم السلطان نحقق جلال السلطان. الحمد لله استرحنا في كل شيء ما يكون. الحمد لله رب شوارعنا موفرة مدارسنا موفرة تسمعني فلاجتنا مخدومة على 20,000 فلج. نعم أول تعبانين تسمع الأموال أكثرها تموت حدث من الحابط من الكبار. نعم. يموت إن ما أجدين أنا رأتين الآن هي يعمرون. نعم لي ما مع بيت بناء جلال السلطان بيت مع بيت ومع أخير أعطى أرض لها 20,000 ستراح. الحمد لله رب اصحابه ما طلع عليها عمين الله يدوم ان شاء الله ما يتغير بحياتنا. امين يا رب امين. بنهبط شويه كذا قبل عن روح ان شاء الله بعدنا نتقرب على الماي شويه. زين تفضل. خلاص اسمها النقطة. النقطة بس سجلوها اسمها النقطة. اها لكن عميقة تراها واجد عميقة. غرق فيها والد قلبه خبرك عنه وحصلت انا هنا
مع الطرح شويه من السياح. من السياحه. حتى محطوطه هني ترى تحذيرات ان الناس ياخذوا بالهم وكذا. نعم دائما اذا بيجيهم ما يعقب عمره صاحب يجيهم اخبرهم الناس من قريه انا ما اعرفكم. قلنا بنحذركم الاولاد قالوا نعم قلنا هيكم ترى الذي ما يعرف يسبح ما يقحم الجبل. صح هذه الغيول منه على علبه كلها ما تغرق لكن هذه خطريه. هذه خطيره صح وما يعرف يسبح بيسبح خلاص واللي يعرف يسبح ما مشكله. ما مشكله. نعم انزين شيخ ميس هذا المكان على طوله. نعم يعني الناس دائما يغريها الماي. نعم يعني تحب الماي. نعم والسكون اول. نعم يعني وين ما كان ما نوجد الماي سكنوا حيث الماي. نعم هل كان في ناس اخرين من غير هذه القريه من غير السويح نعم يجوكم هنا يسكنوا؟ نعم. هنا لو نعم. مؤقت. نعم هل في ناس تحضر هنا؟ كان الناس القبليين اول الحضار كانوا من صور يجيونا صور من صور من صور يجيونا ومن فنش يجيو. نعم. حضروا هنا معنا. نعم. هنا عرشانهم في هذا كان منهم هناك في الحضارة الفوقية كان منهم في الوادي طالع من صوري حضروا ومن فنش حضروا وبام وضباب من صور وجاي من صور وجاي ومن قريات ومن قريات يجيوا والذي يلمال والذي ما يلمال يحضر هناك معنا. زين يوم يحضروا في الصيف طبعا. اي نعم حلقيض. اي حلقيض تبشره. هل تتغير الحياة عندكم هنا؟ هل تنشط؟ نعم مثل ما تقول البيع والشراء ينشط أكثر عن الأيام الباقية؟ يوم ما شيء سوق ترى يوم يحضروا الناس ما شيء سوق معنا وينشط البيع. انزين الا مال سعر السح تمر والرطب وهذا. نعم. مال الطنيات من الاول بس تنشط ترى هو كان البيع والشراء هو ذا. نعم ولا بغى غير اسواق وهذا تعرف اني ما شفت من غير الاسواق لكن الناس تتبادل. هي تبادل هذا تمام وفيها بيع وفيها شراء وفيها شراء في طنيه مال وفي سعر. نعم تمر. هي وتنشط البيع والشراء الحمد لله رب العالمين اجود على ان شاء الله. نعم. إنزين للبيوت يعني نخلي موضوع آخر. نعم الماي بما أننا نحن في الماي هنا الآن. نعم حال استعمال البيت. نعم الماي. نعم من هين؟ من الفلاق. من الفلاق من الفلاق ومن الغيد كلين كتسيب ذراعه. هي. ما ممنوع لا عن راعي الدار ولا عن الغريب. نعم ما في مانع. لا لكن أنا شايف أن السكنة بعيدة شوية. نعم والماي كنا بعيد. نعم يعني وطا. نعم هل مثلا الحريم يجين يستقيان؟ يستقيان من الفلد. يستقيان من الفلد. من الفلد المواطن كله. نعم الذي كان حاضر من بعيد وصاحب الدار كلهم ترى اول ما شيء درامات واشياء هذا وسيارات ما شيء حال كل استعماله حال استعمال حال الشرب حال الغسيل حال كل شيء ما يكون. نعم كل يرايد على نفسه. نعم من الفلد. نعم والذي يريد الغيل من الغيل ما ممنوع. هي تمام. هي. أبا سألك أيضا شيخ خميس. نعم. عن التعاون بين الناس أول. نعم يعني دائما الناس يقولوا أو هين ما تحيدوا أول وأول الناس بتعاونة والناس. نعم. بتكاتفة. صح والناس كيف. نعم. سيرة الناس أول فيما بينهم أول سيرة في الشدة وفي الرخاء أول غير سيرتهم. أول إحنا كنا في هذه البلاد تعاون على بعضهم بعض. نعم. مثل معك شغل تنهمل لأربع خمسة أربعة قطوا في وضح واحد صباح نهار ثاني العمل مع عينا تعاملنا خف عن كل واحد مقداره أربعة خمسة ستة سبعة أنفار خلصنا في يوم واحدة هذا التعاون معنا. نعم. مثلا قداد نخل ما تقدر تقد مالك نمت أربعة خمسة أنفار قدوا لك عليه في يومين ثلاثة أيام خلصت مالك صبحوا مع ثاني ومثل ما يعاونوك أنت باكر تعاونهم. تعاونهم وفي حالات مثل الزواج وكذا. نعم. الأمور هذه. نعم. يعني أيضا يعني الناس اليوم الشباب يصيحوا من غلاء المهور وكذا. نعم ماشي. هل كانوا الناس يغلوا على بعض المهر والأشياء هذه؟ معنا نحن أول كان على 50 قرش. 50 قرش؟ المهر بخمسين قرش. ما واجد في ذاك الوقت؟ ها أبدا ما واجد. زين. حد 20. هي. الأقرب ود. نعم. عمك ود أخوك 20-25 قرش. نعم. تحليل. نعم. وفي ناس يجوقوهم بلاش. نعم. واحد اسمه راشد بن سعيد. من خميس من غبيش سلطي. نعم. جوا أولاد أخوه جاي من لك سلطان بن جابر. نعم. واحد ربخي. نعم. معلم. نعم. قال من لك خميس ومن لك سعيد. قال على من أسم البنات قال شيخة وسليمة. قال كم الحق؟ قال ماشي أبدا. قال ما يشتوي ماشي. نعم. قال انت سلطان بن جابر راشد ما يشتوي ماشي. قال أقول لك زوجهم ماشي. نعم. قال ندنا نسوي الحق قرش واحد. رمز بس. بس قرش واحد. رمز. قال من لك كم قرش؟ راجع الامر على الله ثم نمزي وقنهم. نعم تسمع. نعم ناس تعاون اول. نعم ولكن اليوم هذه الحرمه توقف
أول كان إحنا 6 و7 معنا مشي. نعم. أول 2000 ثلاثة يوم واجد توا 5 و6. تو بالأقساط. إيه بالأقساط. يوم أبو يشتري سيارة. صح. ولكن تو شيخ محمد ناب من جهة لغل السوق. صح. زوج بنت ب5000 ما تحصل منها ريال. صح. تسمع. أنا مزوج ولاد عبد الله بن سالم تحمل الجاميين مزوجين محارب حربت عليه. نعم. ريال واحد ما حصلته وكملت ما عندي بعد ولدي تقول مسد مسد ترابونا حالها المهر حالها المهر تو الذي زواج معنا يجيني محرم بلاش وتحصل أبوي يسلم يرجع حولي يقول له شغل حرم حرم كل شيء زاهر كل شيء زاهر. نعم الحمد لله والخير واجد الله يجزيهم سلطان إن شاء الله هو مفضي علينا الحمد لله الله تعالى وسلطان الحمد لله ما قصرين مش علينا. الحديث معك حلو، الحديث حلو معك الشايب خميس بن ناصر. نعم. الرواحي. نعم. اليوم يعني احنا شوي تعبناك. لا ما تعب لا تقول نعم. حشاء ولو على الصبح ما تعب. ونزول. لا ما في شيء ما في شيء. مستعدين على عيني وراسنا. وادي العربيين يعني هذا مكان جميل جدا والسويح حلوة. منطقة السويح نعم. وأهلها حلوين وما شاء الله عليهم. اللهم يكبر ويعافيك. مشكورين على كرمكم مشكورين على كل شيء. الله يجمع لنا صحن جلاله. مشكورين. الله يجمع لنا صحن جلاله. أحسنت جزاك الله خير. نتوهنا تتوهنا في العشاء. راجعين مصر. ولا ذاهبين الأولاد ذهب العشاء. نحن ورانا شغل. يا الله أحسنت أحسنت أحسنت. بريونا تعبناك براي دنيا واخره يلا احسنت يلا احسنت والاولاد ان شاء الله يا الله.